بعدنا بلقاء مع دكتور سامر منصور اختصاصي بالأمراض القلبية، وحابين نسألك دكتور قبل ما نتوقف على الوقاية، شو هي الأشياء اللي يعني عرفنا أنه الفانتريكولير الفيبريلاسيون فانتريكولير مميتة، هلا بينما الأوريكولير يعني فينا نحن نحس بأشياء تانية فيها، وشو هي الأعراض يعني اللي إنه إذا بدنا الأخطار المحدقة بالشخص المصاب؟ كثير مهم السؤال. حدا عنده فيبرياسيون اوريكولير ليش نطلب منه انه اذا بقيوا دقات القلب مستمرين على اكثر من نص ساعه ماكسيموم يتوجه على الطوارئ او يطلب النفقه انت حتى يكون محاط بمسعفين، لانه في عالم ما بيتحملوا دقات القلب السريعه. حدا عنده مشكل على شريين القلب، عنده نشيف على الشريين، بيقدر بيعمل كريزه، بيعمل الكريز دانجين، واذا بقيت مستمره حتى بنلاقي عندهم بدايه ذبحه. هول العالم يلي ما بيتحمل قلبهم انه يبقى عم بدق على 150 دقه بالدقيقه. تاني شغله تقدر تسبب على الطول اذا بقيت ضعف بعضله القلب، يعني بدكم نتخيل هالعضله القلب يلي 24 ساعه على 24 عم تشتغل اكثر. نعم عم تشتغل اكثر، عم تشتغل مرتين زياده. اوقات بنلاقي عالم هملوها او ما حسوا فيها، بيوصلوا على الطوارئ لانه عبوا مي على الروايه، لانه عندهم ضيقه نفس او ورم جسمهم، بنلاقي قوه العضله نزلت، صارت قوتها 20-25% من ما لازم، لانه المشكله الاساسيه الوحيده هي مشكله الفيبرياسيون اوريكولير يلي ما عرفنا نبطئها. يلي لازم تتبطأ سرعتها، هيدا التركيز الأساسي على التبطيء. ممكن السرعة. يتعرض الشخص لسكتة قلبية مثل عند الإصابة بالفيبريلاسيون فانتريكولير أو لا؟ لا، اللي بيقدر يحس أكتر فيه هو مثل انحطاط، مثل تعب، كأنه إجا ليغيب عن الوعي، بس ما مفروض تسبب يعني الإنسان يغيب عن الوعي إلا إذا كان في أسباب تانية، ما يعني عنده مشكلة على الشريين، عنده تضيق على الصميم، ساعتها ما بيتحمل اثنين مع بعضهم. هل بتأثر بينخفض ضغطه دكتور؟ بيقدر ينخفض الضغط، مشان هيك بحسوا بالتعب، مشان هيك بحسوا بحالهم تعبانين ما عندهم همة، وبحسوا أوقات إنه رح يغيبوا عن الوقت نتيجة الانخفاض بالضغط. بس يسرعوا كتير دقات القلب الضغط بينزل. طيب بهالحالة دكتور، لتشخيص أو لاكتشاف الحالة بيكفي فقط انه نقوم بتخطيط القلب او الالكتروكارديوغرام او لا في فحوصات اخرى؟ يعني احسن شيء هني وقت يلي بتكون التاكيكاردي موجوده هو التخطيط. تخطيط دغري بفرجينا اي نوع مشكله على الكهرباء موجود. وفي فيبرياسيون اوريكولير يعني ما بنخطئ بالتشخيص تبعها، متى ما كان في دقات قلب سريعين ودقات القلب نحن بنطلع على الريتم نورمالمون، بس يكون irregulier يعني ما انه لاحق ولا تنظيم اذا بدك، يعني ملخبط، طلوع ونزول طلوع ونزول، دقه قريب كتير، دقه ابعد، دقه قريب كتير، دقه ابعد، يعني ما في ولا ريتم لاحقته هالكهرباء بالقلب، بنسميها فيبرياسيون اوريكولير. طيب بس لتتحدد الهولتر بهالحاله مفيد، لانه بنسمع كمان بيركبوا هولتر. الهولتر بنحطه تنبرم عليها وقت يلي الانسان بخبرنا انه صار معه مشكله هيك، ووقت اللي وصل على الإرجانس أو شاف حكيم أو ما إجا شاف الحكيم بوقتها، ما عنا تخطيط حتى اللي يعطينا التشخيص، منحط الهولتر، نتمنى أنه يعمل شيء وقت الهولتر لحتى اللي نقدر نكمش أي نوع كهرباء قلب صارت عنده. لازم نعرف أن الهولتر هو بيساعدنا على التشخيص، بس ما بيساعدنا قد ما أنه نعمل تخطيط القلب وقت اللي بتكون الكريزة. نعم، لأنه في أوقات كتير نسمع دكتور أنه عمل كذا تخطيط قلب وما بين شيء. مزبوط. هلا مشان هيك يعني ركزت على شغلتين، هن سرعه دقات القلب وقت اللي بنفحص وبنلاقي دقات القلب 140-150، في شيء مش طبيعي، في شيء غلط عم بيصير، في مشكله بالكهرباء زياده، لازم نطلب النفقه، او اذا كنا قريبين من مركز طبي او من طوارئ ينعمل التخطيط بتكتها حتى نشوف شو هي المشكله ونعرف نحددها في فيبرياسيون اوريكولير او غير نوع كهرباء قلب. مين الاشخاص الاكثر عرضه؟ هل الوراثي هون بتاثر؟ اذا في فورم فاميليال، في عيال فيها بنلاقي 3-4 اخوه عندهم في فيبرياسيون اوريكولير، بنسال بنلاقي البي او الام كان عندهم في فيبرياسيون اوريكولير، في عيال عندها استعداد، في بريديسبوزيشن جينيتيك، يعني اذا حدا من البي او الام كان عنده الاولاد بس يكبروا عندهم خطر انه يعملوها، يعني بس يصيروا بعمر متقدم. مثل ما قلنا ارتفاع الضغط، مرضى السكري، المرضى اللي عندهم مشكله على عضله القلب او نشاف على شرايين القلب، هن معرضين انه يعملوها. وشغله تانية ما لازم ننسيها، هن المشكله العالم اللي عنده مشكله على التيرويد، على الغده الدرقيه يلي بتفرز زياده، بس تكون فيها سرعه بالافرازات
بتخلي يصير في فيبرياسيون اوريكولير كمان. مشان هيك بس نعمل التشخيص ونشوف انه الشخص عنده فيبرياسيون اوريكولير لازم فحوصات دم تنعمل، نفحص التي اس اتش نتاكد انه التيرويد مظبوطه، وشغله ثانيه نعمل صوره صوتيه لعضله القلب تنتاكد انه ما في مشكل على الستركتور تبع القلب، في مشكل على الصمامات القوة عضلة. هي بتبين بالإيكوغرافي، بتبين بالإيكوغرافي. الابروف دي فور هون ينصح فيه او مش ضروري بهالحال؟ الابروف دي فور بس يكون مثل الهولتر، بس يكون في عنا شك بالتشخيص تبعنا بنحط العلم على التابيرولانت حتى نشوف وقت نعمل ستريس وقت نعمل افور فيزيك اذا بنقدر نخلي هالاريتمي تظهر لبرا وتبين ونشوفها شو هي نحن وعم نعملها. واكيد البروف دي فور الى موضوع عند العالم اللي بنشك عنده المشكله نشاف على الشرايين حتى نشخص هالشيء. دكتور منصور، وردنا هلا سؤال من مستمعه بنتها عمرها 21 سنه ودقات قلبها 120 بدقيقه على طول. في عندها مشكله؟ في عالم عندهم مشكله مثل ما قلنا البيس ميكر ناتورالي اللي اسمه النوسينوزال لسبب من الأسباب بدأ دقات كهرباء سريعة زيادة ولكن منتظمة منا أريتمي. هيدي بنسميها انتاكي كاردي سينوزال إنابروبريي، يعني القلب عم بدق زيادة بدون ما نكون طالبين منه. هلأ منفتش على أسباب مهيئة لهالشي، إذا كان في عندها فقر دم، إذا كان عندها مشكلة تيرويد، إذا كان عندها تلخبط بالملوحات، إذا كانت نتأكد أنه قوة عضلتها طبيعية ما عندها مشكل، ومنتأكد أنه ما عم تاخد إدوية. بعض الإدوية اللي أنا بيقدروا ياخدوها ويشتروها بالفارماسي منهم لحالهم، يعني كل الديكونجستيونو اللي بناخدهم بس يكون عنا رشح كلهم هول بيسرعوا دقات القلب، وبنتأكد انه العالم ما عم بياخدوا كمية ستيمولان زيادة، بيشربوا قهوة كتير، الكول كتير، النيكوتين بحد ذاته بيأثر، وكلهم بيسرعوا دقات القلب. اوكي، يعني بننصح المستمعة لكن تعمل تشوف مع الطبيب المعالج شو هي الأدوية اللي عم تاخدها وتعمل شوية فحوصات إذا 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 ما بدي خلص ما بدي خلص الحديث بدون ما أحكي على خطر اللي بيجي مع الفيبريلاسيون أوريكولار اللي هو تجلط بالدم بيصير بقلب الأوريات غوش، يعني الأذين الشمال. ليش بيصير هذا الشيء؟ لأنه بس يكون في عنا فيبريلاسيون أوريكولار العضلة القلب تبع الأذين تجمد، بتبطل تتحرك، بتبطل تفدي دم، بصير في ترسب دم، وهذا الدم بس يترسب إذا ما عم ناخد دواء مسيل بيقدر بيعمل تجمد، والتجمد بيقدر يظهر من القلب يروح لمحل، بيقدر يطلع على الدماغ بيعمل جلطة، بيروح على العين بطل نقشع، بيقدر بينزل على حيالة شريان موجود بالجسم ويسكر ويعمل مشاكل. مشان هيك العالم اللي عندهم فيبرياسيون أوريكولار مهم كتير نتطلع على العوامل المهيئة ليعملوا هالتجلط هيدا يلي هن العمر. بس نتقدم بالعمر، هيدا وقاية يعني؟ هيدا وقاية، يعني لازم بس العالم اللي عندهم فيبرياسيون أوريكولار شخصنا عندهم فيبرياسيون أوريكولار، غير الإدوية اللي بنعطيها لنبطئ الفيبرياسيون أوريكولار أو نمنعها إنها ترجع تجي، نطلع منشوف شو عمرهم، نطلع منشوف إذا عندهم ضغط، نطلع منشوف إذا عندهم سكري، نطلع منشوف إذا عندهم مشكلة على عضلة القلب، ونطلع منشوف إذا عملوا مشكلة جلطة على الدماغ بالسابق أو لا. كله هيدا في سكور بوينتاج منعد عن النقط هاي، بس يكون عندنا نقطتين او زياده العالم لازم ياخذوا دواء مسيل للدم. مش الاسبرين، يعني مثل الكومادان او السنترام او البراداكس، هلا دواء جديد موجود لحتى يمنع هالتجلط بالقلب ونمنع انه هالجلطه تترك القلب وتطلع وتروح تعمل لهم شلل او مشكله او مشكله تانية. هيدي الشغله الاساسيه اللي لازم تنعمل. الفيبريلاسيون اوريكولار بحد ذاتها ما بتقتل ما بتاذي، بنحس بعوارض، بس اللي بيأذي هي هالتجلط اللي بيقدر يصير إذا ما كنا عم ناخد الدواء يلي بيسيل الدم وبيحمينا بشكل منيح. مش كل العالم لازم تاخد هذا الدواء اللي عنده فيبرياسيون أوريكولار. حدا عمره 30 سنة عمل جريب، عمل مرة فيبرياسيون أوريكولار، أكيد ما عنده ضغط، ما عنده سكري، ما عنده مشكلة على عضلة القلب، ما عمل مشكلة دماغ، ما لازم ياخد دواء مسيل للدم، لأنه عملها مرة بنتيجة التهاب معين ما لازم تتكرر، ما عنده ريسك انه يعمل هالتجلط هيدا. فاذا كل حالة بحالتها، بس نطلع على العوارض يلي حكيت عنها يلي هن العمر، يلي هن الضغط، يلي هن السكر، يلي هن عضلة القلب، يلي هن اذا صار عندهم جلطة على الدماغ من قبل او لا. دكتور منصور، يعني عنا بعد اسئلة بس للأسف وقتنا انتهى. نحن بنشكرك على الوقت اللي عطيتنا اياه. هلا فيك. بنشكرك كمان على تلبية الدعوة، ومنوعد المستمعين بلقاءات تانية مع حضرتك. اهلا وسهلا فيك. نتمنى لك كمان أعياد سعيدة. وأنت كمان إن شاء الله سنة خير. شكرا للجميع.